بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي في السكشن الثاني من الكورس. السكشن الثاني بيتكلم عن الكاميرات، بس الكاميرات دي مش كاميرات تصوير، احنا هنا بنتكلم عن كاميرات المراقبة، كاميرات المراقبة اللي احنا بنسميها CCTV. اول سي منهم اللي هي Closed Circuit Television System، او بيسموها نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة. يبقى انا هنا في النظام الثاني اسمه CCTV. تمام، CCTV معناها Closed Circuit Television System، ده نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة. من أحد أهم الشركات اللي برضو بتشتغل في أنظمة CCTV، تمام، اللي هي شركة هانيويل الأمريكية، في شركة بيلكو، في فيليبس، في شركة برضو اسمها هيك فيجن منتشرة جدا، تمام، في فيكون، في سوني، في بوش. لو أنت عندك شركات تانية ابدأ ضيف الشركات دي على تمام السلايد دي. في طبعا شركات كتيره جدا زي هيك فيجن مثلا، انا مش كاتبها هنا، وشركات برضو محترمه كتير جدا بتصنع كاميرات مراقبه. يبقى دي احنا بنسميها الليست اوف ايه، اوف مانيفاكتشر. لازم يبقى انت كراجل بيشتغل في الكاميرات يعرف مين المصنعين، مين المانيفاكتشر اللي بيصنعوا ايه الكاميرات. طبعا لفت انتباهك هنا وده مهم جدا ان انت اشتغلت على اي بي سي سي تي في. كلمه اي بي هنا، اي بي معناها ايه؟ اي بي معناها انترنت بروتوكول. يبقى اي بي معناها ايه؟ انترنت بروتوكول. هنبدا ندخل ان الديفايسز دي هتتربط على سويتشات وهيتربط على راوتر. هندخل في موضوع وعالم الانترنت اوف ثينكس اللي هو الاي او تي. عشان ابدا اركب الكاميرات عايز اركب الكاميرا دي على سويتش، لان كان النظام القديم بيستخدم حاجه بيسموها دي في ار، ودلوقتي بنستخدم حاجه بيسموها ان في ار. فانا اللي جد انتباهي هنا ان النظام ده بادئ بمين؟ باي بي. يبقى اي بي معناها انترنت بروتوكول، اي بي سي سي تي في يبقى انترنت بروتوكول كلوزد سيركت تلفزيون سيستم، ودي الشركات المصنعه لكاميرات المراقبه. قصه كاميرات المراقبه او بيسموها الدوائر التلفزيونية المغلقة، كان في تمام النوع القديم اللي هو بيسموه انالوج، وانا المفروض من دلوقتي ابدا اركز عشان انا هشرح حاجه بيسموها انالوج وديجيتال. الانالوج اللي هو الاشاره اللي احنا شرحناها امس اللي هي تعتبر زي الساين ويف، الموجه الجايبيه قمه وقاع. ديجيتال ان انا بعمل ايه؟ اون واوف، واحد وصفر، واحد وصفر، واحد وصفر. يبقى النظام دلوقتي يا اما ديجيتال ادي صفر وادي واحد، يبقى ده اسمه ديجيتال سي سي تي في، يبقى ده النوع الديجيتال، معلش ده النوع الديجيتال، او النظام الانالوج. طيب الانالوج ده اللي هو النظام القديم، يعني كل لحظه على الكيرف ده ليها قيمه، فده النظام القديم الانالوج. اما النظام الجديد اللي هو الديجيتال الصفر والواحد، ده نظام اكثر دقه واحسن في التعامل من النظام القديم. هل انظمه الانالوج سي سي تي في سيستم لسه موجوده؟ في بعض الاماكن لسه موجود فيها الانظمه القديمه دي. كان النظام بيتكون من ايه؟ بيتكون من نفس الكلام اللي قلناه في اول محاضره، وحدات ادخال ووحده معالجه ووحدات اخراج. يعني هنا في نظام كاميرات المراقبه وحدات الادخال اللي هي الكاميرا نفسها، كاميرا المراقبه هذه في كاميرا 2 3 4 وهكذا. طيب وحده المعالجه اللي هي بيسموها مالتي بليكسر، تمام، بيسموه بالعربي المجمع. يبقى كان وحدات الادخال هي كاميرات المراقبه والنوع بتاعها انالوج. التحكم بنتحكم من خلال مالتي بليكسر او بيسموه المجمع، في ناس كانت بتسميه الكواد اللي هو مقسم الشاشه، ممكن انا اخد من ده. في ناس بتيجي تركب مثلا 5 شاشات 10 شاشات يقسمهم، تمام، يعرض عليهم نفس الفيديو. فكان بيستخدم حاجة بيسموها مقسم الشاشة او الكواد، زي الشاشات الانالوج اللي هي القديمة دي اللي تقريبا شبه انتهت، تمام. واقدر ادخل الحاجات دي، يبقى انا دخلت هنا بانبوت، انبوت يونتس اللي هي الكاميرات، ووحدة معالجة اللي هي المالتيبليكسر، ورحت رايح على وحدات الاخراج اللي هي الانالوج مونيتور. طبعا كانوا بيستخدموا معاها حاجة بيسموها انالوج في سي ار. واحد هيجي يسألني يقول لي الجهاز ده، هقول له ده اسمه انالوج في سي ار. طب في سي ار يا باشمهندس دي اختصارة مين؟ الفي سي ار معناها فيديو كاسيت ريكوردر. ده كان عباره عن نظام تسجيل صوتي عشان اقدر اسجل صوت، لان الكاميرات كانت في الاول بتسجل صوت، تمام، بتسجل صوره وما بتسجلش صوت. انا هنا بسجل صوت وبسجل صوره وبدمجهم او بعمل لهم ميكسينج، ولذلك جه هنا ساوند وجت هنا فيديو وعمل لهم ميكسينج بالمالتي بليكسر وعرضهم على شاشه الانالوج. ده النظام القديم اللي بيسموه انالوج سي سي تي في سيستم. يبقى لو سالتك ايه انظمه كاميرات المراقبه هتقول لي كان في النظام القديم
قديم يا باشمهندس اسمه انالوج سي سي تي في سيستم. طب بيتكون من ايه يا باشمهندس؟ بيتكون من وحدات ادخال. ايه هي وحدات الادخال يا باشمهندس؟ اللي هي الكاميرات نفسها. وكان نوع الكاميرات دي انالوج كاميرا، كانت بتدخل على مالتيبلكسر اللي هو مجمع، وعلى الكواد او مقسم الشاشه، تمام، وبتدخل على الفي سي ار. الفي سي ار ده بجهاز بيسجل صوت، انالوج في سي ار. يبقى انت بتاخد الصوره من الكاميرات وبتاخد الصوت من الانالوج في سي ار، وبتعمل لهم ميكسنج بالمالتيبلكسر، وبيطلع الاوتبوت كله على اجهزه العرض اللي هي الشاشات. خلصنا النظام الانالوج. طيب النظام الديجيتال وهو ده، تمام، اللي ايه لسه شغال معانا شويه. بيبقى نوع الكاميرا اللي هي وحده الادخال زي ما احنا شايفين كده اهو، تمام، عباره عن ديجيتال كاميرا، يبقى كاميرات، تمام، ديجيتال. طيب وبعد كده بيدخل على ديجيتال فيديو اند اوديو ريكوردينج مونيتور. يبقى ده كان عندي حاجه بيسموها دي في ار، دي في ار، ديجيتال فيديو ريكوردر، ديجيتال فيديو ريكوردر. طيب الديجيتال فيديو ريكوردر ده كان بيرتبط بمين؟ بدا يشتغل معانا على اللان والوان، لو انت فاكر الناس بتوع الشبكات، اللان، تمام، والوان. الوان واللان دول عباره عن ايه؟ اللان اللي هي لوكال اريا نتورك والوايد اريا نتورك، هنشتغلهم ان شاء الله في الجزء بتاع الداتا. المهم بدا يدخل هنا على اللوكال اريا نتورك اللي هي اللان، او على الوايد اريا نتورك. المهم دخل هنا على سويتش، وانا اقدر اعمل فيوينج من خلال يا اما اشوف شاشه اللي موجوده مع الدي في ار، وبدات تبقى شاشات كمبيوتر ديجيتال، تمام، زي شاشات ال سي دي وال اي دي والكلام ده. واقدر كمان اعمل ريموت فيوينج، يعني اقدر اشوف اللي كان بيحصل على الشاشات دي من خلال لابتوب، من خلال موبايل، من خلال ريموت تحكم، مش تحكم، رؤيه عن بعد. لسه احنا ما دخلناش في مرحله الريموت كنترولينج، دخلنا في الريموت فيوينج من خلال جهاز كمبيوتر او لابتوب او من خلال موبايل، وبالتالي دخلنا في الديجيتال سي سي تي في. طيب الديجيتال سي سي تي في كان الجهاز ده اللي هو البروسيسور هنا يعتبر بتاعي، اللي بياخد اشارات الانبوت ويطلعها للاوتبوت، تمام، اللي هي الشاشه. كان هو عباره عن جهاز بيسموه دي في ار، احفظ معايا، ديجيتال فيديو ريكوردينج، ديجيتال فيديو ريكوردينج. يبقى النظام ده لسه موجود، تمام، هو مش منتشر كتير بس موجود. كان بيستخدم جهاز اسمه دي في ار، ديجيتال فيديو ريكوردر او ريكوردينج. يبقى الدي في ار ديجيتال فيديو ريكوردر. اما الفي سي ار اللي هو القديم الانالوج ده كان اسمه فيديو كاسيت ريكوردر. وبعد كده هندخل على النظام الاحدث منه اللي هو برضه موجود في نت، بس كان بيستخدم السويتشز اللي هو بيسموه نتورك فيديو ريكوردر. هو ده اللي احنا شغالين بيه حاليا، شغالين حاليا بالنتورك فيديو ريكوردر اللي هو الان في ار. الجهاز زي ده برضه بيدخل له كاميرات ديجيتال، وبيطلع منه الشاشه بتاعت الاوتبوت، واقدر اعمل له ريموت فيوينج تمام من خلال الان في ار. يبقى الجهاز هنا اسمه نتورك فيديو ريكوردر، وبالتالي هو كاتب لي هنا الديجيتال سي سي تي في عباره عن كاميرات ديجيتال او كاميرات انالوج. برضو هو ما رماش الكاميرات القديمه، قال لك والله ممكن ده ادخل عليه كاميرات انالوج واجهزه التسجيل اللي هي بيسموها الديجيتال فيديو ريكوردر، او استخدم الانترنت او الشبكه النتورك فيديو ريكوردر. وعمل حاليا طبعا عشان يبقى يدخل القديم والجديد ده مع بعض، وعمل حاجه بيسموها هايبريد فيديو ريكوردر. ببساطه انظمه التلفزيون المغلقة او دائرة التلفزيون المغلقة او نظام كاميرات المراقبة من الاخر، هي عبارة عن مجموعة من الكاميرات بتتوصل على جهاز. الكاميرات دي تعتبر وحدات ادخال. الجهاز ده اللي هو يعتبر العقل المفكر او اللي بيعمل عملية البروسيسنج بين الانبوت والاوتبوت، وبعد كده بتطلع تشوف على شاشة اللي هي الاوتبوت ديفايس. يبقى انا نفس التقسيم، انبوت يونت وبروسيسنج يونت واوتبوت يونت. التطور كان زمان بيسموه الجهاز ده او العقل البروسيسور بتاعه ده في سي ار، فيديو كاسيت ريكوردر. وبعد كده جابوا جهاز اسمه ديجيتال فيديو ريكوردر. وبعد كده رحنا داخلين حاليا على ال ان في ار، وطلع منه ميكس اللي هو بيسموه الاتش في ار، الهايبريد فيديو ريكوردر. معظم الشغل بتاعنا هيبقى على جهاز ال ان في ار، نتورك فيديو ريكوردر.